اهلا بيكم مع الجزء الثالث من برنامج فليب جريد. دلوقتي هندخل على الجروب او المجموعه اللي عملناها في الفيديو اللي فات وكده. انا هنا بيبقى عندنا في اما بنفتح صفحه الجروب بيبقى عندنا توبكس والستودنتس، فهنا هندخل على التوبكس وهنبدا نكتب نختار من هنا كرييت. نكتب هنا عنوان للتوبيك وهنكتب هنا مع اي معلومه عايزين نضيفها. بعد كده هبدأ في هنا عندنا الميديا دي، ممكن ان انا اسجل فيديو اللي هو يعتبر دي اهم حاجة في الفليب جريد، انه سهل جدا نعمل مقاطع فيديو صغيرة سواء احنا نعملها او الطلبة يردوا علينا بمقاطع، وهبقى اتطرق للموضوع ده في الفيديو الجاي ان شاء الله. هنا ممكن الميديا دي اللي انا اضيفها اما اسجل فيديو، يعني انا اعمل فيديو لنفسي وابعته للطلبة، او ابلود فيديو او احمل فيديو من عندي من على الجهاز، او ان انا اضيف فيديو من اليوتيوب، او اضيف صورة، او مثلا اضيف اموشنز، او اضيف حاجة من مايكروسوفت، او اي حاجة اجيبها لهم من جوجل. يعني هنا برضو من كاهوت اللي هو البرنامج اللي بنعمل عليه مسابقات، ودي لعبة اصلا موجودة على التليفون، او ممكن نضيف لهم حاجة من الويكلت وهكذا. عندنا حاجات كتيرة، وده برضو اللي هو بيعملوا بيه الفيديوهات، يعني عندنا حاجات كتيرة ممكن نستعملها. فهنجرب مثلا نضيف حاجة من اليوتيوب، فانا مجهزة لينك او رابط لفيديو فهبدأ اضيفه وهنضغط على اد. طيب بعد كده عندنا هنا عندنا ايه البرميشنز. هنا في تحت ان انا اعمل باسورد للضيف، يعني ممكن الطالب يدخل عندي او المدرس يدخل عندي كضيف، يعني ما كنتش ضيفاه اصلا للجروب بتاعي او ما يكونش عندي اصلا، لكن يقدر يدخل هنا كضيف. ازاي؟ ان انا افعل دي كده، وفي الحالة دي احط اي باسورد انا بختاره، مثلا بس هو لازم يعني يبقى يعني عبارة عن ارقام وحروف. ثواني، بعد ما بنكتب الباسورد اللي عايزين نضيفه، بعد كده هنا topic moderation. هنا لو انا كصاحبة الجروب انا بس اللي عاوزة اتحكم في الفيديوهات اللي ممكن تنزل او لا، يعني الطلبة بعتين لي فيديوهات هيبدأوا ينشروها هنا، فعشان ينشروها لازم انا الاول اشوفها. only video responses and comments you have approved will be shared، يعني حتى التعليقات اللي هيكتبوها لازم انا الاول ان انا اوافق عليها. فلو انا فعلت دي كده يبقى لازم انا اوافق، لو سبتها كده يبقى ممكن هم ينشروا من غير انا ما اوافق. طيب هنا الكومنتس، هنا يعني اتيح، هل انا عاوزة اتيح الردود او التعليقات على الفيديو اللي انا حطاها؟ ماشي. ممكن بقى نقول ايه، في هنا اختيارات، يعني ممكن اديلهم فرصة ان هم يردوا على يعني انا نشرت حاجة ممكن الطلبة يردوا عليها بفيديو ونص، يعني بتعليق عبارة عن فيديو يبعتوا لي مقطع فيديو صغير او نص او الاثنين مع بعض، او فيديو بس او نص بس، او ما يعلقوش خالص انا مش عاوزاهم يعلقوا. فلو اخترت ديت يبقى مش هيقدروا يبعتوا لي اي تعليق على اي حاجة انشرها. طيب انا عايزاهم يعلقوا بفيديو او بنص بالاثنين مع بعض. طيب انا عايزاهم يعلقوا بفيديو مثلا، طيب مدة الفيديو اللي هسمح لهم يبعتوه قد ايه؟ فبختار من هنا مثلا دقيقة ولا نص ثانية ولا ربع دقيقة ولا نص دقيقة ولا ربع دقيقة، بختار الوقت اللي انا عاوزاه لحد متاح عندي من ربع دقيقة لحد 10 دقايق. بس بيفضل في الحالات اللي زي كده ان يبقى الفيديو اللي هيبعتوه كتعليق هيبقى فيديو صغير مثلا نص دقيقة او دقيقة بالكتير. بعد كده هنا ممكن اضيف اكتر من لينك، بيقول لحد 9
لينك مثلا ممكن من وان درايف او من جوجل دوكيومنت او يعني ايا كان اللينك اللي انا هحطه متاح لي احط لحد 9، يعني بحط اول لينك هنا وبعد ما اخلصه اضغط على اد انذر اتاتشمنت فبضيف لينك تاني وهكذا. بعد كده عندنا الاستاتيوس بنخليها اكتف، هنا بقدر احدد وقت الارسال يعني التوبيك اللي انا هعمله ده، فبضغط عليها كده وبختار الوقت والتاريخ والساعة، يعني هيبقى متاح من امتى لامتى، بختار الوقت اللي انا عاوزاه وخلاص. بعد كده وممكن لا وممكن اسيبها كده. بعد كده هنا عندنا notifications، انا عاوزة يتبعت لي اشعارات كل قد ايه عشان اعرف الكومنتس اللي بتجيلي، فهخليها يوميا ولا اسبوعيا، فبختار ديلي او زي ما انا عايزة. طيب بالنسبة للاشعارات او notifications بالنسبة للطلبة انا عاوزة انظمها ازاي، فلو خليتها كده مش متفعلة يبقى يعني لو انا سبتها كده مش هيوصل لهم رسائل بالاشعارات اللي بتوصل او بالتعليقات اللي بتوصل على المنشور اللي انا نشراه، لكن لو انا فعلتها كده اي حد من زمايلهم هيعمل تعليق او هيرد باي حاجة على منشور انا منزلاه، فهيبدأوا هما يوصل لهم على الايميل بتاعهم نوتيفيكشنز او تعليقات، علشان اشعارات اسفه اشعار بان في تعليقات جايه على الفليب جريد، فيبداوا يفتحوا يشوفوه. طيب فدي مش هنفعلها دلوقتي. طيب هنا دلوقتي فيديو ريسبونسز، هنا انا يعني ممكن اتيح لهم ان هم يبعتوا ستيكرز ويبعتوا افكتس للفيديوهات اللي انا ببعتها ولا لا، فبختار من هنا الاختيار اللي انا عاوزاه. وبعد كده فيديو اديتنج، يعني لو انا عايزه اسمح لهم ترمنج الفيديو، يعني يعملوا يقصوا الفيديو او يقصوا حتت منه او يعملوا ديليت او يعيدوا ترتيب الفيديوهات او الكليبات، فلو انا عاوزه كده بنشط دي بخليها باللون الاخضر كده زي ما احنا شايفينها، يعني هتبقى كده. بعد كده هنا هل هسمح لهم ان هم يبعتوا اتاتشمنت عباره عن لينك، فلو انا عملت ديت فعلتها كده باللون الاخضر يبقى ممكن يبعتوا، لو انا مش عاوزاهم يبعتوا لي لينكات يعني كمرفقات فخلاص ما يعني الغي التنشيط ده. فيو كاونت، يعني هنا هشوف كام يعني الفيديو حقق كام مشاهده، لايكس وحقق كام لايك هنا، يعني دي حاجات اختيارية اعملها او لا. طيب هنا هسمح لهم ان هم داونلود اند شير، هسمح لهم ان هم يحملوا الفيديو او ويشيروه ولا لا، برضو على حسب رغبتي. وبعد كده بضغط هنا ممكن اختار يعني انا عملت كده التوبيك واحدة، ممكن اعممها تبقى دي الاعداد التلقائي ليا لكل التوبيكات اللي هعملها بعد كده، فلو عملت على صح فدي هتطبق الاعدادات اللي انا عملتها دي، مش هحتاج اعملها تاني لاي توبك تاني، هيبقى هي دي اللي هي الديفولت اللي انا هستعملها لكل التوبكات اللي بعد كده، او عايزة اسيبها كده براحتي وبعد كده اضغط على كرييت توبك. اول ما اضغط على كرييت توبك بيظهر لي الشكل ده، باخد اللينك ده وببعته للطلبة فبيوصل لهم فبيقدروا يدخلوا بالطريقة اللي قلناها في الفيديو اللي فات. طيب ممكن كمان من غير اللينك ده خالص ممكن يقدروا يدخلوا عن طريق الباسورد اللي احنا عملناه من شوية، نرجع له تاني اللي هو ده كده اللي احنا عاملينه من شوية، انا باخده بنسخه ببقى عارفة طبعا الباسورد بيبقى عبارة عن ايه، بيبقى عبارة عن ارقام وحروف وكلمات، يعني ارقام وحروف باشكال مختلفة باخدها نسخها، والارقام والحروف طبعا مش النقط دي، فببقى عارفة الباسورد باخده بديه للطلبة عندي فبيبدأوا يدخلوا كضيف، مش هيحتاجوا ان هم يستعملوا اللينك او الكود. فاسفة هنا لما دلوقتي الطالب يحب يدخل بياخد الكود ده، انا بديله الكود دوت
او سوري بديله اللينك ده، حتى لو هو ما عندوش حساب على الاوفيس، ما عندوش حساب على مايكروسوفت، هنعمل ايه؟ هيدخل على صفحة في جوجل فاضية، يحط الرابط كده، هيظهر له هنا هتدخل عن طريق المايكروسوفت ولا جوجل. هو ما عندوش، لنفرض انه طالب صغير لسه ما عندوش حساب على مايكروسوفت او جوجل، فممكن هنا في اختيار تحت خالص اللي هو انتر يور جيست باسورد، يعني هنا هيدخل كضيف، فبضغط عليها بجيب الباسورد اللي انا كنت عاملاه وبديه للطلبة، فبيبدأوا يدخلوا بيه. فكده انا دخلت الباسورد كده اهو، كده دخل على التوبكس اللي احنا التوبك اللي احنا لسه عاملينها، ويقدر يقراها ويتصفحها، وممكن كمان ان هو يرد عليها بانه ريكورد ريسبونس، يعني يرد عليا بفيديو عن طريق الايكون اللي هنا دي او دي. هنشوف المرة اللي جاية ان شاء الله باقي الاعدادات او باقي الخصائص الموجودة في الفليب جريد.